المباراة الثانية اليوم جمعت الاتحاد والعدالة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. كرة ثابتة، أدريان يلعب كرة قوية ولكنه في الوقت المناسب جروهي ركنية نفذت بشكل جيد من جانب أدريان في الوقت الذي ميلانو مرة أخرى لدى كريم اتحادية تسديد أرضية ومن منصور وصل تابع يراقب ويعطي الكرة تعود بيشي عرضية الله تيبي أول أهدافه كاد أن يشعل أول أفراحه والكرة من النسيسي في المكان الخالي أدريا الكرة المعاكسة أدريا مر أدريا تقدم أدريا حطها الله لازالت خطرة 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 وكرة للعدالة أرضية شرحيلي أخيرا في يدي جروهي كرة شوف هذه أولا كرة أدريا مرة وحط لك كرة ذكية جدا القائم كرة أوقفت هذا المشجع كرة نفذت للعدالة أدريا جروهي كأولاد الأحساء كاد أن يفعلها